نحن في الدائرة الانتخابية للمدينة الرباط، دائرة المحيط حسان، مكتب 73. الظروف لله الحمد جد طيبة، المواطنين جاوا بيا غزارة كبيرة جدا وكناش متوقعينها، ولله الحمد. هذا تيبين لنا أن المواطنين واعيين بهاد العملية ديال الانتخابية. عادية وسهلة، ما كاينش حاجة ولا سميتو، خص جميع الشباب يشاركوا، لأن لما شاركوش راه ما غيقتوش على داك الناس المرتاشين والناس اللي كيعوموا في الأودية العكيرة. صوت على الرجل المناسب اللي غيكون في المكان المناسب وكفء وثقة، هذا هو اللي كاين. ما كيهمنيش أنا من أي حزب، إنما يكون يخدم المصلحة العامة، هذا الشيء علاش كنقلب أنا. أخويا جيت أنا باش ننتخب هنا إن شاء الله، وجيت باش ننتخب على رجل صالح ويبدلنا هادشي شوية ويعاون الشباب ويخدم الشباب والصحة والتعليم، وبغينا كلشي يتبدل، وبغينا إن شاء الله يكون داكشي بخير وعلى خير. تنطلب من الشباب يجي يصوتوا، راه هما ديال الغد إن شاء الله، وما يبقاوش يجيو يصوتوا، راه مزيانين وغادي يعرفوا على من يصوتوا، كل واحد يعرف على من يصوت، والشباب هو كل شيء. انا جيت نصوت على المرشح اللي لقيناه يستاهل، وان شاء الله نتمنوا فيه خير، ونتمنى الشباب حتى هما يجيو يصوتوا ويصوتوا على سميتو المرشح اللي يستاهل، وان شاء الله ما يكون الخير، ونتمنوا التغيير يجي ان شاء الله من هاد المرشحين هادو.